مرحبا بكم في مستشفى العبدلي. هنا تجرى لك التقييمات الصحية بناء على تاريخك الطبي ووفقا لإرشادات مبنية على الأدلة. حزمنا مخصصة لاحتياجات كل مريض بناء على عوامل الخطورة والتاريخ الطبي، وستساعدك استشارة أحد أخصائينا على تقييم وضعك الطبي وإجراء فحص سريري. نخطط لك جميع الفحوصات التشخيصية بكل كفاءة، وتشمل الفحوصات المخبرية وفحص المؤشرات الحيوية وصور الأشعة. نقدم أيضاً جلسة استشارات مع أخصائية التغذية لتقدم لك النصائح حول أسلوب الحياة. إذا احتاجت حالتك إلى تشخيص الجهاز الهضمي، يجرى لك تنظير داخلي وتنظير للقولون داخل وحدة مريحة مع أخصائينا الماهرين. التقييم الصحي يشمل أيضاً استشارات القلب بالاستعانة بتخطيط كهربة القلب وتخطيط صدى القلب وفحص الجهد، بالإضافة إلى تقييم شامل لوضع القلب وتقييم المخاطر على القلب في المستقبل. يشمل التقييم الصحي فحوصات للنظر والسمع. بعد قضاء يوم كامل من الفحوصات الطبية، ستقضي بعض الوقت للراحة وتناول وجبة الغداء مع احتساء فنجان القهوة. في نهاية رحلتك وفي اليوم نفسه، ستتلقى تقريراً شاملاً عن نتائجك، وسيتواجد الطبيب لتقديم النصيحة والمشورة لك.